مساء الخير، هذا السيجمنت عن أهم الدروس اللي الولايات المتحدة الأمريكية بتخرج بيها الأيام دي من أفغانستان. في حد ممكن يقول الموضوع لسه بدري شوية على قصة الدروس دي، لأن أمريكا لسه خارجة يدوب من البلد، وأنه مثلا إذا نظرنا لتجربة زي فيتنام هنلاقي أنه التجربة اتكتب عليها جد يعني في التسعينات ربما، وفي كتب الأيام دي حتى لسه بتطلع حول فيتنام. وده صحيح، وتصوري أنه تجربة أفغانستان غنية جدا، إنها هيكون فيها كلام كثير في 20 سنة القادمة على الأقل، وتفسيرات مختلفة وقراءات مختلفة. ولكن already في صناعة، ممكن تقول يعني في already في think tanks كثيرة في واشنطن بدأت تعمل بروجرام ومش صغيرة حول تجربة أفغانستان وما هي أهم الدروس. ويمكن ال justification يعني اللي وراء الموضوع إنه الحرب استمرت 20 سنة، مر عليها عدد من الإدارات الأمريكية، مر عليها عدد من المدارس الفكرية في الخارجية الأمريكية وفي مراكز وفي البيت الأبيض طبعاً وفي الهيئة الأمن القومي الأمريكية، مدارس بمعنى المحافظين الجدد في بداية الألفينات اللي هم بدأوا الحرب، ثم مجموعة من الليبراليين قوي في حزب الحزب الديمقراطي أيام باراك أوباما، ثم طبعا مجموعة أخرى تماما من المحافظين، مش محافظين جدد لكن من الحزب الجمهوري أيام دونالد ترامب، ثم النهاردة مجموعة أخرى أيام جو بايدن، وإن كان مش بعاد قوي يعني عن مجموعة باراك أوباما. المهم إنه عدى أفكار مدارس فكرية مختلفة بتنظر ونظرت وقررت وحربت وغيرت في موضوع أفغانستان. والمهم أيضا إنه مر على الأقل 3 generations في الإدارة العسكرية للحرب. ففي يعني justification إنه ليه هذه الحرب يمكن النظر فيها النهاردة من خلال الدروس اللي أمريكا طلع بيها من هذه التجربة الطويلة جدا اللي صرفت فيها تريليون دولار أو أزيد، وقتل فيها عشرات الآلاف إذ لم يكن أكثر من الأفغان، وقتل فيها آلاف من الأمريكان. ظاهر جدا في تجربة أفغانستان دلوقتي هو أنه فكرة الستيت بيلدينج دي ذهبت بلا رجعة في السنوات القادمة. الستيت بيلدينج المقصود بيها طبعا هو أنه الولايات المتحدة الأمريكية بتدخل عسكريا لدولة تحتلها، تشيل النظام اللي فيها، تقضي على جزء محترم قوي من مراكز القوة فيها، ثم تعيد بناء الهيكل السياسي فيها، الهيكل الاقتصادي فيها، ونتيجة لذلك في الفكر الأمريكي إنه هيبقى فيه تغيرات كبيرة جدا في الاقتصاد السياسي وفي المجتمع، وده المهم. طبعا التجربتين الكبار جدا في التاريخ الأمريكي حول هذا الموضوع كانوا ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية. وإلى حد بعيد اللي التجربتين دول كانوا في فكر المحافظين الجدد اللي هم عملوا الحرب على أفغانستان وعملوها على العراق طبعا. لكن بدون الدخول في تفاصيل كثيرة، أي قراءة النهاردة لما هو خارج من الثينك تانكس التقيلة حبتين في واشنطن بتقول بمنتهى الوضوح إنه فكرة الستيت بيلدينج، إنه أمريكا تستطيع إن هي تبني ستيت، النهاردة مش موجودة ومش مطروحة على أي مائدة تفكير حقيقية في أمريكا. في نقطة هنا مهمة، هو إنه ممكن حد يقول طبعا لأنها فشلت الفكرة في العراق وفي أفغانستان، وده صحيح، لكن في أفغانستان بالذات الفكرة كانت أوضح، لأنه في العراق، العراق دولة عربية وفيها تاريخ كبير قوي وفيها هيكل كان حاكم فيها، هيكل حزب البعث لفترة كبيرة، وقبلي كان فيه هيكل ملكي محترم يعني هيكل هاشمي بناه الإنجليز. فحتى المحافظين الجدد برغم أخطاء كبيرة يعني طبعا في الحسابات اللي عملوها في العراق، لكن
فكرتهم حول الستيت بيلدينج في العراق وتوقعاتهم لها كانت أقل كثيرا مما توقعوا في أفغانستان، لأنه قراءة الأوراق اللي هي النهاردة بعضها موجود، وطبعا ده غير أنه في أسايز كتبت وقتها منشورة، يعني التوقعات حول أفغانستان كانت أنه إلى حد بعيد اللاندسكيب فاضي يسمح بعمل تغيرات كبيرة جدا في الهيكل السياسي والاقتصادي يعقبها تغيرات مجتمعية تؤدي لظهور ستيت، دولة أمريكا ترى فيها نظام أو فكر أو مثال ناجح. الملفت للنظر أنه شغل المؤسسات الأمريكية المختلفة كان أوضح في أفغانستان منه في العراق، يعني مش بس طبعا البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية أيضا، لكن لما تشوف شغل بعض المنظمات المختلفة للمجتمع المدني، بعض الثينك تانكس، بعض حتى السوشيال بروجرامز، البروجرامز الشغالة على جوانب اجتماعية، حاجات جندر، حاجات متعلقة بالنساء، متعلقة بالتنمية، ملفات التنمية بشكل عام، كتير قوي من هذه المؤسسات اشتغلت في أفغانستان بشكل أوضح كثيرا مما اشتغلت في العراق. حتى الشغل مع الحلفاء الأوروبيين المختلفين في أفغانستان كان أكبر منه في العراق، يعني كان في دول أوروبية مختلفة، وهنا مش قصدي بريطانيا، يعني بريطانيا كان لها دور كبير في العراق وفي أفغانستان، وهو دور عسكري بالدرجة الأولى، لكن في دول أوروبية أخرى اشتركت في الحملة في أفغانستان، في الحرب على أفغانستان واحتلالها، لكن الدور الرئيسي لهذه الدول ما كانش عسكري إطلاقا، ولكنه كان تنموي. لكن بعد كل هذه الأفورتس فشل فكر الستيت بيلدينج في أفغانستان، كان من ما أدى إليه أنه أثبت لعقول كثيرة جدا في أمريكا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وفي أغلب مراكز التفكير التقيلة في واشنطن دي سي، أنه أمريكا ما ينفعش أن هي تدخل في عملية عسكرية بغرض الوصول إلى state building. طبعا هذه النقطة مرتبطة أيضا بالمواجهة الاستراتيجية العملاقة الكبيرة جدا اللي أمريكا دخل فيها هذه الأيام مع الصين. لماذا؟ لأنه فكرة الحرب بالنسبة لأمريكا نسبيا محدودة المخاطر والتكلفة، لأنه العسكرية الأمريكية قدرة السلاح الأمريكي مهولة، لكن دائما المشكلة عند أمريكا في الستيت بيلدينج، لأنه بياخد وقت غير عادي، ومش بس بيفشل، لكن قبل ما بيفشل بيصرف طاقة ومجهود وفلوس كتيرة جدا. فإذا كانت أمريكا داخلة في مواجهة استراتيجية رهيبة مع الصين ما دخلتش حاجة زيها منذ انتهاء الحرب الباردة بدايات التسعينات مع انهيار الاتحاد السوفيتي، إذن هذه المواجهة الاستراتيجية الرهيبة تستدعي تركيز الفكر، المجهود، الطاقة والريسورسز اللي أهمها الفلوس، وعليه فكرة النيشن للأسف الستيت بيلدينج خارج التفكير الأمريكي خالص، مش بس بالواقع الباست تجربة العراق وبالذات أفغانستان، لكن كمان بواقع ما هو قادم للولايات المتحدة الأمريكية. الدرس الثاني من أفغانستان هو درس جغرافيا. أفغانستان كان إلى حد بعيد الدخول الأمريكي فيها قائم على فكرة إن هي مركز لما هو حواليها، لكن بالذات جنوبها، بمعنى إنه صحيح كان جزء من الدخول في أفغانستان متعلق بأنه إذا بني تواجد عسكري أمريكي كبير في هذه المنطقة وحوله دولة مش بس مؤيدة لأمريكا، لكن المجتمع بتاعها أصبح أمريكي الهوى، فده ممكن يكون لافرج رافعة استراتيجية ضد روسيا. لكن ده كان هدف ثانوي، الهدف الرئيسي كان أنه رأس المثلث المهم قوي اللي بيمتد من وسط آسيا جنوبا إلى جنوبا غربا
إلى ساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى جنوبا شرقا إلى الخليج، اللي هو في وقتها الفكر أهم مصالح أمريكا في هذه المنطقة، اللي هي طبعا البترول في منطقة الخليج اللي هي ساحل الشرق البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشام كلها اللي فيها إعادة هيكلة العالم العربي، وإلى حد طبعا مهم الشمال بتاعها اللي هو واصل إلى حدود روسيا اللي هو قريب جدا من الدولتين المسلحتين نوويا في هذه المنطقة الهند باكستان. هذا المثلث مهم أوي وقتها، لكن بعد 20 سنة هذا المثلث فقد الكثير من أهميته، مش بس عشان البترول فقد أهم، يعني بدأ يفقد أهميته الاستراتيجية الكبيرة جدا في أسواق الطاقة، ومش بس على أنه أوريدي حصل جرى ماء كثير يعني في الشام وشرق البحر الأبيض المتوسط، ما هو أهم من ذلك أنه الصراع المواجهة القصة الكبيرة أوي استراتيجيا أمام أمريكا هي عند الصين شرق آسيا، وعليه الجانب الجغرافي الاستراتيجي المهم اللي كان موجود في أفغانستان وقتها ما بقاش موجود النهاردة. فالدرس إلى حد كبير دلوقتي أمام أمريكا اللي بتتكلم عنه مراكز أبحاث كثيرة، إنه فكرة دخول هذه المنطقة وجنوبها يجب أن هي ما تبقاش مطروحة أصلا على صانع القرار الأمريكي في المستقبل المنظور، لأنه أي وجود أمريكي عسكري جاد يجب أن يتم توجيهه ناحية شرق آسيا، ناحية الباسيفيك المحيط الهادي. ويمكن ده إلى حد ما يبتدي يدي هينس كده على الصفقة اللي حدثت مؤخرا ما بين أمريكا وأستراليا وبريطانيا، اللي صفقة الغواصات اللي اشتهرت قوي في أغسطس وسبتمبر بالذات 2021. الدرسين دول هما أمريكا بدوائر مختلفة لكن أهمها في مراكز الأبحاث في واشنطن تتكلم عليهم جدا هذه الأيام، وأنا في رأيي هم درسين فيهم قدر كبير من الوعي، مش بس باللي حصل في 20 سنة اللي فاتت، لكن ربط اللي حصل في 20 سنة اللي فاتت بالمواجهات الكبيرة بالذات مع الصين، التغيرات المهمة قوي في اللاندسكيب الاستراتيجي القادمة أمام الولايات المتحدة الأمريكية.